السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي مشاهدي برنامج ناس وحراس، نلتقيكم في كل يوم بحلقة جديدة من هذا البرنامج من قلب القدس، مدينة الله على الأرض وأقرب نقطة إلى السماء، من أحياء القدس، من أسواقها، من مدنها، من شوارعها، من ناسها وحراسها. بس أنا قبل ما أبدأ الحلقة بدي أضمن وزارة الداخلية وصلتني على هدول، وصلتني عليهم، بخليهم نكمل الحلقة. خليكم معانا بهاي الحلقة الجديدة دائما من ناس وحراس. مستمرين مع ناس المدينة وحراسها هنا في القدس دائما من منطقة المصرارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم. الله أكرم. أنت مكشر ولا عشان الصيام؟ إيه أنا بنا مشوق بنبسط. ربنا مكرمنا بشهر فضيل كله انبساط. الله يسعدك ويخليك يا رب. حياك الله يا محسن. إيه الله يعطيكم العافية. يعطيك الصحة والستر يا رب. إيه منطقة المصرارة منطقة مستهدفة بحكم أنها في مواجهة، يعني نقول الجانب الآخر من المدينة. المستوطنين اول ما بهجموا بهجموا من هون، لما بدهم يكسروا دكاكين بيبدوا من عندكم، لما بدهم يخربوا يعني. واحنا برمضان اول شيء احنا بنحب نقول كل عام وانتم بخير للامه الاسلاميه والامه العربيه، وبنهنئ شعبنا وبالذات قدسنا، قدس الاقداس، القدس الحبيبه. بنقول كل عام وانتم بخير لاهل القدس خاصه وللامه الاسلاميه عامه. يعني شوفوا احنا قاعدين بنقول له المصرارة مستهدفة، هو استهل في أنه دائماً القدس هي اللي بتبعث التحيات وبتبعث الطاقة الإيجابية للعالم، ومدينة تضيء كل مدن العالم. كمل. فالحمد لله رب العالمين اللي ربنا أكرمنا أنه نكون من أهل الرباط ومن أهل بيت المقدس، وربنا أعزنا بهذا العز، هذا الكرم، هذا فخر ومفخرة إلنا من رب العالمين إن شاء الله، ونكون من الصابرين المحتسبين عند الله عز وجل. هذا الشهر الفضيل شهر خير، شهر بركة، شهر صلة أرحام، شهر تعاطف، شهر مودة إن شاء الله نكون. بس بن كبير بقول لك هذا شهر إرهاب. أول شيء إحنا ربنا أكرمنا بالإسلام، وإحنا أهل التسامح وأهل المحبة وأهل السلام. بالنسبة لابن كبير هو يحكي اللي بده إياه. القدس طبعا ربنا أكرمها بيت المقدس في المسجد الأقصى، انه كل الأمة الإسلامية والعربية، واحنا في فلسطين بأنهم محاصرين، اهل الضفة الله يجزيهم الخير، واهل الشمال الله يجزيهم الخير، واهل الجنوب كمان بكرمونا في القدس وبنورونا وبشاركونا وبآزرونا وبساندونا. فاحنا ان شاء الله إلهم بنكون اخوة وسند وعون. بالنسبة لابن كثير هو بقول طبعا اللي بده يسوي اي شيء غلط في بيت المقدس وبالايام الفضيلة وخص باب العمود بكون هذا ابن كبير بعته عشان ينغص علينا فرحتنا واستمتاعنا بشهر رمضان. رمضان الخير والبركة، رمضان المطر، ورمضان المأكولات الشهية الخاصة برمضان، وخاصة الفلافل المحشي هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جاي تشتري له فلافل؟ إن شاء الله للفطرة لليل. بتصوميهم انت للصغار؟ لا ابني ما بصوم، الكبار الصغار لا. الكبار كلهم كم واحد ما شاء الله؟ اربعه. اللهم صل. الله يخلي لك اياهم. الله يسلمك يا رب. من هلا قاعدين بتشهونوا لك من الظهر؟ والله اكيد من هلا عشان صايمين. شو ناوي تعملي لهم اليوم؟ والله الليله مقلوبه لحمه ان شاء الله. ما شاء الله. اذا حضر حمص وفلافل جنب. والله اذا نحط الحمص والفلافل يا بنت الحلال بتروح يعني يخلوا المقلوبه. ياخذوا دائما دائما بيسووا هيك يعني. بالضبط. الله يعطيك الصحه. الله يسعدك يا رب. ايش اسمه؟ اسيد. اسيد مصغر اسد يعني. هذا هو. طيب أنا سؤالي، غمضت عين فتحت عين فيش احتلال، أول إحساس بصيبة؟ أول إحساس مش راح أصحى، راح أضل نايم خلاص؟ فيش بعد هيك؟ اطمأنيت. اطمأنيت. يعني جملتك عن جد كتير حلوة. شعور ما بنحكاش، شعور لا يوصف، أما نسأل الله عز وجل أن تكون قريب. والله بدي أسألك نفس السؤال أنت جاوبت عليه، في ناس يعني بتقول لك استحالة، وين دائما الأمل؟ إن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيش شعر ربنا بعيد عسى ذلك أن يكون. والاحتلال ما بدوم، قديش مر احتلال مدينة القدس على ممر التاريخ
من بداية البشرية لليوم. بده ياخذ وقته وبده يروح، راح يجي. ودولة الحق يعني إلى قيام الساعة، ودولة الباطل ساعة. احنا هنا بكون ما دام الزيت والزعتر والزيتون. خلينا نسكل الزيتون عشاء. نسكل الزيتون اسرائيلي ولا عربي؟ بدنا نبطل المقابلة. انت عندك اسرائيلي اصلا؟ انا بعرف كل اللي عندك شغل اسرائيلي. شغل جنين. شغل جنين. جنين يعني. الله يا ربي يجعلهم من اهل الجنة. حبيبي حياكم الله. بألف خير. بألف خير. الله يديمكم مرابطين صامدين هون دائما. نسأل الله نسأل الله. ما شاء من شاء وابى من ابى. سؤالنا بدنا الام تكون اسيده في الجواب ان شاء الله. ان شاء الله سؤال بسيط ان شاء الله بتكوني معانا من الرابحين. السؤال بيقول في اي عام احتفل المسلمون بعيد الفطر؟ يعني باي عام هجري؟ الهجريه، السنه الهجريه. يعني السنه الاولى، السنه الثانيه، السنه العاشره؟ السنه الثانيه الهجريه. السنه الثانيه. السنه الثانيه. السنه الثانيه للهجره. متأكدة؟ درستي يعني؟ درسناه أكيد، ولا في التاريخ ده أكيد. حفظتيه؟ حفظته، بدرس أولادي كمان. أوكي تمام تمام تمام. طيب ما تعرفناش أم إيش البركة؟ أم وديع جبران. من وين حضرتك؟ بيت حنينة من القدس. بيت حنينة. يعني فيش حواجز بتوصلي؟ لا بسرعة وصل. بس أزمة طريق عادة. أكيد أكيد. طيب ألف مبروك عليك، جوابك صحيح. في أي سنة احتفل المسلمون بعيدي الفطر والأضحى؟ في السنة الثانية للهجرة. برنامج ناس وحراس بقدم لك هذه الجائزة، وبقول لك كل عام وأنت بألف خير وصحة. وأنت بخير والأمة الإسلامية كلها بخير وفلسطين بخير. الله يعم السلام علينا يا رب. طب الحقي طب المقلوبة يلا. السلام عليكم. الله يسهل عليك. مواصلين معاكم هذه الحلقة من برنامج ناس وحراس. اليوم سبحان الله خير المطر وخير الغذاء وخير دائما الأسئلة والأجوبة والروح المرحة والطاقة الإيجابية دائما في برنامجكم برنامج ناس وحراس. السلام عليكم يا أخونا. تقدر تقرب لعنا؟ حياكم الله. رمضان كريم. الله أكرم. تعرف حضرتك؟ جميل جميل مخارزة. أهلا وسهلا يا جميل. حياك الله. من وين حضرتك؟ أنا من القدس حاليا، مسجود في القدس من زمان. أصلا من جنوب الخليل من تحت. من وين الظهرية. يا جميل؟ من الظهرية. الظهرية. نعم. يعني مستحي تقول من خلال عشان بيحكوا نكت على الخلايا. لا ولا عمي خذ راحتك، احكي اللي بدك إياه. أهل العز وكرم والله. الله يسعدك ويبارك فيك. الله يعطيك العافية. حياك الله. إيه في رمضان المبارك تكتر استهلاك الناس لإيش أكثر إشي عندك؟ والله الناس في رمضان أكثر إشي المواسم اللي هي رمضان، الخروب، التمر الهندي، السوس، الأصنصات بشكل عام، القمر الدين. هذا الخروب وكمش كمشي ورجينا الله يرضى عليك. هاي عندي هي خيب. هذا شغل رمضان. هذا خروب بنتقع وبتسوى. الخروب، الكركديه عندك. هذا الكركديه لرمضان شيء ممتاز. هذا كركديه ممتاز. روعه الله يعطيك العافيه. وفي السوس برضو، سوس شيخ العرب. هذا كمان هذا سوس بتسوى رمضان. ما شاء الله. هاي مشروبات ممتازه برمضان لانها تخلو من الغازات. أكيد. ومريحه. أكيد. وبتحسس بتخفف من العطش يعني. صحيح صحيح. عطشان انت؟ لا مش جوعان. والله شوف برمضان ما بقدرش نقول جوعان وعطشان، خلص هاي عبادي. بما انه عبادي خلص بدك تتوجه الى الله عز وجل. ما تقولش انا عطشان، انا تعبان، انا مش عارف ايش. لا خليها العبادي ماشي الحمد لله رب العالمين، وعند اذان المغرب ان شاء الله من نكسبك عنا. شوف يمكن اذكى جواب سمعته لحد الان حقيقه. الله يبارك فيك. الناس بتعطش وكذا طبعا. اكيد والله يعين اللي بيدخنوا واللي بيشربوا قهوه واللي بيضرب الادرينالين معاهم. بس انت قلت لي احنا بناخده كعباده، بالتالي هو يوم أكيد. وماشي ببركته ان شاء الله باجره. صرنا ندور على مكان مظلل لانه الحمد لله رب العالمين المطر ما شاء الله. هذه خيرات السماء نشكر الله عليها. الله اكبر. شوف امير وين بوقف يستفزني يعني. السلام عليكم. اهلين مرحبا. رمضان كريم. الله اكرم. شو من هلا ايش خبز ولا كعك ولا ايش بدك تشتري؟ لا بطلع على الخبز. على الخبز. هذا الخبز مميز برمضان. الاولاد بحبوه يعني. طبعا. شو ناوي تعملي لهم اليوم؟ والله لسه مش مقرره، اما يمكن على الاكيد سمك.
سمك. ما شاء الله منيح السمك زاكي زاكي كله نعمة من الله. الحمد لله. من ايش البركة؟ من نزار. من نزار من وين حضرتك؟ من القدس. من القدس تشرفنا فيك. الله يسعدك. من نزار كم ولد عندك؟ ثلاثة. الله يخلي لك اياهم. بصوموا؟ طبعا بصوموا. الحمد لله. انتوا في المصرارة هون اكيد يعني بتعانوا من اكيد في اغلاقات ضرائب وشغلات. نعم اكيد في معاناة في معاناة كثير يعني مش شوي، بس الحمد لله رب العالمين. شو بدك تعمل في النهاية؟ بدك ترضى بالواقع اللي انت فيه. بتسكرش الدكان وبتروه؟ لا ان شاء الله لا مستمرين. قلنا لك بنعطيك مبلغ محترم. مستمرين ان شاء الله. ابدا ابدا. طيب اسمع، مين معنى هذا السؤال؟ ارجو انك تكون عليه يعني تجاوب عليه اجابة صحيحة وتربح معنا ان شاء الله. طيب. يا رب. السؤال بيقول هيك: عمري بعد 30 عام سيصبح مثل عمري الآن ضعفين ونصف، قديش عمري؟ عمرك بعد 30 عام أيوة سيصبح ضعفين ونصف. عمري الآن قديش عمرك الآن؟ خلينا نقول قديش عمرك مثلا. ما هو هاي هاي الجواب، هذا الجواب مش السؤال. قديش افرض لك فرضية، قديش ممكن تفترض العمر؟ لو ان عمرك حاليا 50 سنة تمام. لا أو 50 و50 100 و125 يمين يعيش. في الميات بدنا ننزل تحت شوية. عمرك يا سيدي العزيز، عيد السؤال معلش. السؤال: بعد 30 عام سيصبح عمري ضعفين ونصف عمري الآن. بدك تنزل تحت ال 30 تضرب لك رقم. معقول بكون 20؟ 20 نربط عند ال 20. نربط عند ال 20. يعني 20 و 20 ايوه بنقول 40 بالضبط. ونص ال 20 50 ايوه. نص ال 20 10 ونص ال 20 10 بصير عندك 50. 50 اذا قديش عمري وبعد 30 سنه صار عمري ضعف عمري هلا مرتين ونص؟ 20 20 احسبوهم 20. يعني بعد 30 سنه عمري بده يصير ضعف عمري الان على مرتين ونص. لو فرضنا 20 و20 هاي 40 و10 50 هاي 50. اذا ضعف عمري كان عمري 20 عام. جوابك صحيح. برنامج ناس وحراس بقدم لك هذه الجائزة وبقول لك كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير. مواصلين معاكم بخير رمضان وخير المطر وخير الشتاء وخير برنامج ناس وحراس مع ناس المدينة وحراسها دائما. في إلنا سؤال احنا. اتفضل. جائزته للثلاثة اللي بصوموا. ان شاء الله. ان شاء الله. او أكلة السمك بتكون أحسابنا. انت وشطارتك يعني. ان شاء الله ان شاء الله. السؤال بيقول: ما اسم الطعامين اللذين لا يمكن تناولهما في وجبة الافطار او الفطور؟ يعني لا يمكن تناولهما على الفطور. ايش مش ممكن ياكل؟ اللحم والرز هيك الدجاج. اللحم والرز والدجاج لا، ما والله في ناس بعرف انه في ناس تفطر دجاجه وفي ناس تفطر لحمه او بتتعشى وبتفطرها الثانيه. لا ملوش علاقه في الشيء بتاكل. ما له علاقة يعني، هذا يعني اللغز. الطعامين اللي مش ممكن أكلهم على الإفطار على الفطور يعني. الغداء والعشاء ممكن. الغداء والعشاء لأن الفطور فطور. فطور والغداء مش ممكن نسمي فطور غداء ولا ممكن نسمي الفطور عشاء. فإذا الطعامين اللي مش ممكن تناولهم في الفطور. الفطور الغداء والعشاء اللي هم الغداء والعشاء. جوابها صحيح. خلص صحيح. ربحها. هدول الناس بركة يا عمي. تطلع ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا. ما شاء الله. عن ربحها. تفضل. برنامج ناس وحراس بقدم لك هذه الجائزة وبقول لك ألف مبروك عليك. كل عام وانت الله يسعدك وانت بخير يا رب والكل بخير يا رب والسلامة ويعم السلام علينا يا الله. آمين آمين. الله يسعدك يا رب. شكرا كثير. رمضان كريم. على البرنامج الحلو هذا اللي متابعه دائما والله. الله يخليك. الله يسعدك. بهذه الأجواء الجميلة الرائعة أحبتي بدنا ننهي معكم هذه الحلقة من برنامج ناس وحراس على أمل أن نلتقيكم دائما في حلقة جديدة ومتجددة. سخسخت روحي. خلص خليني أتغزل بالريف. نشوفكم الحلقة الجاية. يلا سلام عليكم.